السلام عليكم، انا سعيده. انا واحد البنت كنخدم على راسي، تخدم في قهوه، تشيت غدا بحال شي الناس، تا كينتقم مني، كيخرج ليا، ما عرفتش واش مقرقب ولا الله اعلم، تكرفس عليا، شال الموس في عينيا بجوج، ضربني بموس عينيا وتكرفس عليا، ومشاو ليا عويناتي بانها كانت مع صاحبه، ونهار اللي بغات تفرق مع صاحبه هددته بصاحبه باشرف ولدي، اشرف ولدي عساس بارك عارفة هي وياه ديما، ومعروفة في الحومة، الحومة كلها عارفة بين الله معاه صديقته، مدة ربع سنين هادي وياه صديقتي. اش بصديق السخان، انا غادي نشوف صاحبنا لا حل غند ديالو ولا كان يصاوبو. ايوا صافي، شوف الا كان حل يصيبها، بعدا تنفعنا شوية في هاد البرد هذا. ما فين الحمقى مزيان، انا عاد نمشي نطلق هو دابا عاد نفطر. ايوا بصحة وراحة، قلتي بصحة وراحة، احسك وراحسك ما تبقاش بالشوح. المهم انا ندير دابا التليفون يتشارجا، يلا تنسى لهم الهضرة. صافي حبيبي، انا يا دابا راه مشيت للدار، بقيت شي عيالات جيراننا في الدار، وانا نخرج نمشي نشد دابا شي ملوية ولا شي حاجة، ونمشي للقهوة بعد انا كل شي حاجة. يلا سعد انا جاي عندك، يلا هاي خرجي تشوفو فين كنت تشوفو دين هاد السيد هذا اللي ودا فيا هادشي هذا، تنعرفو كلشي، الناس كيعرفو، كنعرفو بحال اي واحد. نعم، وهاديك الانسان راه صديقه ديالو فهمتي، ودرت له واحد الخسله عيا باش وقع هذيك الحادثه وقعات وصافي. السلام عليكم، انا سعيده، انا واحد البنت كنخدم على راسي، تخدم في قهوه. هاد السيد هذا اللي ودار فيا هادشي هذا، تنعرفو كلشي، الناس كيعرفو، كنعرفو بحال اي واحد. واحد النهار تلاقينا، قال لي راه باغي يتزوج بيا، شحال هادي. قلت له خويا انا ما بغاش نتزوج، بقى بيني وبينك الثقه، رانا تنخدم على راسي صافي. مشى كل واحد الله يسهل عليه، كل واحد الله يعاونو، بحال اي واحد كيهضر مع شي وحده. حتى مؤخرا انا جايه من الخدمه، دزت عند خالتي، تشيت غدا بحال شي الناس، تا كينتقم مني، كيخرج ليا، ما عرفتش واش مقرقب ولا الله اعلم، تكرفس عليا ودار فيا هاد الحاله. شنو هي هاد الحاله؟ ضربني وجهي ودار ليا الشوف ديال عيني، مشاو ليا عويناتي وتكرفس عليا، هادشي اللي كاين. شال الموس في عينيا بجوج، ضربني بموس عينيا وتكرفس عليا، عويناتي مشاو ليا، داو لي تيليفون، دا لي بسطا، وضرب ليا على راسي، ضربني في عينيا، وشتف ليا على راسي، تمشاو ليا عويناتي مشاو، هادشي اللي كاين. فاش سمعت انه انتحر، ما صدقت والو، ما فهمت والو. لا اله الا الله محمد رسول الله. كملوا بالعمارات، بالديور، بالمستفيدين، باللي شاريين الديور، كلهم كيشهدوا على اشرف بانها كانت مع صاحبه، والنهار اللي بغات تفرق مع صاحبه هددته بصاحبه باشرف ولدي، اشرف ولدي عساس بارك، وهددته بصاحبه وقالت له غندير صاحبك في يديا وغنتقم منه، لا ما قصدكش انت، غنقص صاحبك، اما غيموت ولا غيمشي للحبس. كان امالي نقبض اشرف ونجوجو بالعس ويفرحوا له هادو كله. اللوب الاولى بقات فينا البنت، مشينا وشفنا البنت وبقات فينا ياك، ولكن المره الثانيه فاش سمعنا الولد، حنا المغرب كتودن علينا في طريق فاش جايين من عندها، وكنسمعوا بان الولد انتحر، بقى فينا داك الولد لانه هو اللي عند امو، كنفكروا لديك المو باش غتعيش، كنفكروا لديك الام اللي كان كيدخل ليها يطرو ديال الحليب الصباح، وكيدخل لها قبيز، وكيقول لك انا مدخل الفطور الوالده، راه غادي تدخل عليا، راه هادي راه، حنا كنسمعوه وكنشوفوه يوميا. وكريم بارتمان في هذه البلايص هذه اللي فوق مني مزد واحد هنا، يعني هنا فين كانوا كريم بارتمان في هذا الموبل، عارفه هي وياه ديما، ومعروفه في الحومه، الحومه كلها عارفه بين الله معاه صديقته، مده ربع سنين هذه وياه صديقتي. وداك السيد بصراحه الله راه لا فوله وصافي، من اطيب خلق الله،
الله يعمرها دار ما كيحكر على حتى شي واحد ود الحومه ولا لا يلاه لا اتدوا خطأ هادشي اللي كيقولوا فيهم باللي راه مرتكب عليها في حقها فهاد الجريمه هادي ما كاينش هادشي هذا وكنعرفوا هاد السيد معاه لمده 4 سنين هاد السيد هذا لا لا يلاه حنا ما عرفناش شنو غنقولوا حنا هاد السيد هادي عنده واحد العلاقه اللي سمعت سي اشرف راه ما تعدى عليها ما والو هادي صاحب زو وديما كنسمع وقع المشكل مشى ديك رلاس به هو سمع الخبر بان راه هذيك رلاس مشى هضر معها ما تفهموش الله اعلم الشيطان دخل بيناتهم هي بقات فينا في الاول ولكن يكون قالت لي الحقيقه بانها كانت معاه وكانت ساكنه معاه وكل شيء ما تكذبش على السيد وهذيك الانسان راه صديقه ديالو كل شيء ودرت له واحد الغسله ودرت له واحد الغسله عيا باش وقع هذيك الحادثه وقعات وصافي اللي شوف ربما تقدر تكون فهمتي خيانه تقدر تكون بزاف ديال الحوايج فهمتيني هذاك الانسان كنعرفو انا مزيان يعني لا ما اداش واش راه ما فهمتي راه ما غاديش ما كاينش شي واحد هنا في الحومه غادي تقول له اشرف ما غاديش يعرفو فهمتي اول حاجه كتسمع راه شد فلان دار لها اداش بتاعي لها ضربه ومن بعد الحادثه بيومين كتسمع انه قتل راسه ولا شي حاجه قسما بالله الا الرحمن